بالبلدان المتحضرة البيئة بتلعب دور أساسي بتحريك الخطاب السياسي، بينما بلبنان البيئة ما بتشكل إلا فرصة تحاصص بين الفاسدين. بالبلدان المتقدمة الخبراء والعلماء مثل ضيفتنا موجودين بمراكز صنع القرار، بينما بلبنان منشوفهم ناشطين بالمظاهرات أو حتى عم بيخبروا الشعب اللبناني يسكروا شبابيكهم لما يتنشأوا غازات سامة انتشرت بعد وقوع أكبر انفجار ببيروت. بالبلدان المتقدمة شخصيات مثل ضيفتنا منن بحاجة لمقدمة. بلبنان خلينا نعرفكم على دكتور نجات عون، الرائدة بمجال البيئة الناشطة والمرشحة على الانتخابات النيابية بدائرة شوف-علي. أنا نيلة and this is Body Talks. نجات صليبة، welcome to Body Talks. أول شيء عملنا نتعرف عليك هيك عن مسارك الشخصي، عن قد أنت أكتيفست بيئية وكيف وصلتي على السياسة، فهيك بتخبرينا شوي عن حالك بالبداية. أنا معروفة بنجات صليبة بس اسمي الأول هو نجات خطار عون. يعني إذا نصوت لك بدنا نحط نجات عون. أنا أول مرة شفتها على البانو شو صار؟ لما جوزت أخذت نجات صليبة. So please تذكروا نجات خطار عون من الدمور على المقعد الماروني بالشوف. أنا ربيت بالدمور، فلينا وقت الحرب بال 1974، تهجرنا تقريبا 30 سنة بعدين رجعنا على الدمور. نحن في اللحين نزرع موز وليمون وأفوكادو، عنا كمان شجر ليتشي اللي بدكن ياه باشن فروت. هلأ منحضر لموسم خضرة. منحب الأرض ومنحب لبنان. تعلمت سيانس بس لها برهنه لبي إنه أنا ذكية، هيك بلشت القصة. وبالصدفة عملت كيمستري لأنه بيي كان كتير قاسي، وقلت له بدي روح على الجامعة اللبنانية. سو رحنا لهونيك، كنت بالأول مفكرة أنه بدي أعمل بيولوجي، طلع الفوايه كتير بعيد عن البيولوجي، قال لي ما فيك، قلت له لكن أنا بدي أعمل كيمستري. لا بس مقتنع من الأول. سو هيك بلشت القصة. بلشت أنا كيمستري بس لأنه الكيمستري ديبارتمنت كان حد الفوايه بالمنصورية، ومن هونيك بلشت أعرف الكيمستري. شو حلو بالكيمستري إنه بدلك تشقفي الشغلة حتى توصلي لقلبها، هيك بشوفها أنا، وهيك بعلمها لتلميذ بخليهم يحبوها. ومن وراها تعلمت شو يعني تلوث وش يعني جو وكيف تتفاعل الأشياء بالجو وشو هن الغازات وشو هن الجزيئيات. هلأ لما أقعد خبرهم للتلميذ، امبارح كان في تلميذ عم بيقول لي ماي جود أنا ما بحياتي عرفت إنه هالقد في أشياء بتكون عم تتفاعل بالجو ونحن قاعدين مش منتبهين. شغف كتير عندي، أول شيء أتعلم وتاني شيء خبر عن اللي بتعلمه للتلميذ ولكل الناس. بتذكر أكتر مرة أثرنا فيك هو بعد انفجار 4 آب لما قلت لنا سكروا شبابيك. بتذكر هذا المشهد على التلفزيون كيف دركبنا حالنا عن جد لنسكر شبابيك، وبينهارتها الناس كتير وسقت فيك. فبتعتقد الناس رح توثق فيك بالسياسة قد ما وسقت فيك بالكيمستري وبصحتها؟ لك الثقة مش مطلقة، الثقة دايما بتتجدد وبتتبرهن مع الأشغال والأعمال. فيهم يوثقوا فيي مرة، وإذا أنا أحملت حقهم إنه ما يوثقوا فيي. منشان هيك لما الناس بتعطيك الثقة بتحملك مسؤولية كتير كبيرة. هيدي الثقة مسؤولية بدي أحملها عكتافي، وإن شاء الله ما أخذلهم. ليه قررت تفوتي بالسياسة؟ لأنه ما في شيء عم يعملوا صح، هيدي هي. يعني فت بالسياسة مش لأنه أنا بحياتي حلمت إنه رح كون بالسياسة. أنا فت بالسياسة لأنه حب هالبلد، لأنه هيدا وطني، ما بدي استأجر أرض بغير مطرح سميها بلدي. هيدي كتير بتعني لي، وإذا هلأ أنا مع كل خبرتي ما قدمت لوطني يمكن ما رح أقدر أعمل شيء تاني لوطني. نحنا من آمن كتير بالفوت سانكسيون، بالصوت العقابي، عقابي مش كلمة غلط، ومن آمن أنه الناس لازم تحاسب بالانتخابات اللي جاية على الفظايع البيئية يلي عملوها فينا على مدار سنين. عبالنا هيك نرجع نتذكر نحن وياك شو عاملين فينا، لأنه ناس بتنسى أنه نحن ما قدرنا نتنفس من الزبالة، نسيت أنه نحن كنا نمشي على الطريق وزبالتنا
غرقانين بقلبها مشهد على السي ان ان انه هيدا لبنان نهر بيروت كله زباله المطامير السدود. فخلينا هيك نحكي عن المجازر البيئيه يلي عاملينها فيها تنرجع نتذكر انه هول ناس ما لازم نصوت لهم. لك كل الفلسفه بتفكر بثلاث اشياء اساسيه بالحياه اللي هن المي الهواء والنار والأرض. هلأ النار عادة هودي بيوصلون ببعضهم، بس كمان عندك الأرض اللي بدك تهتم فيها. إذا هن البحر ولوسوه والأنهر ما خلوها تبطل أنهر، صارت خلوها تبطل أنهر، ما خلوا نهر، ما كبوا في زبلتهم. يعني كيف إذا منتطلع بالبلدان العربية كلها سوا، ما حدا عنده جمال اللي عنا إياه، ما حدا عنده الجبال اللي عنا إياها، وما حدا عنده هالثورة المائية اللي نحن عنا إياها. وبالتغير المناخي اللي جاي كلهم عم بيقولوا إن المنطقة عنا رح تتأثر 20% أكتر من كل العالم. يعني نحن المشاكل اللي بدها تصير فينا من التغير المناخي 20% أكتر من كل العالم، والعالم أوريدي بلش يصرخ يا عالم انتبهوا، كل شيء عندكم ثروات حافظوا عليها. نحن ما معهم خبر إنه كل هالثروات المائية اللي عنا إياها معلي من كبة ما منهتم فيها، من كب زبلتنا فيها، من مرق له لصاحب المصنع إنه يكب كل مجريره فيها، فيها مواد كيماوية، فيها مجرير، فيها الحماد، شو بدك؟ مش معقول يعني. بعدين الإنسان اللي ما بينظف قدام بيته ما بيستاهل وطنه. شو يعني بيتك نظيف أو سيارتك نظيفة وأرضك مش نظيفة؟ ما في وطن معناتها. كرسي هيدي بس بالمي، ورح تصير نقطة المي، وأنا دايما بقول أغلى من الذهب. هل نحن حاضرين إنه نبيع ميتنا؟ طيب شو رأيك عم نحكي عن المي، شو رأيك بكل السدود اللي انعملت وبتنشف ونعم، هل هي عن جد حل؟ السدود بكل العالم بطلت حل، إلا اللي بده ياخد من السدود 90% لجيبته، هاي هي الحل. ومنا يعني سوربريز لحدا. خلطلع شوفي سجني شو صار فيه، في الجنة شو صار فيها. تركوا المعدات بأرضها والكونتينرات بأرضها، وتركوا الجبل مهمش مجرح مثل ما هو. في موتورات كهرباء بتضوي ضيع، ليه تركينا بأرضها؟ هل هن ناطرين انه يصير في حكومة عقياس والمرت الجاي ويرجعوا يمشوا سجنة ويرجعوا يعملوا صفقة جديدة لإله؟ وإذا مش ناطرين هالشي ليه ما بيستفيدوا من المعدات أو بيخلوا حدا يستفيد منهم؟ مش معقول اللي صار. وبنفس الشي بسد بسري بعدهم ناطرين ومأملين إنه يرجعوا على الحكومة ويرجعوا يفتحوا هول الملفات ليرجعوا يطلعوا مصاري. وقحين. طيب سد المساي الحياة اللي هو مكان منشف كومبليتلي قد ما طافت الدنيا تعبى، هل عن جد إنه هو رح يرجع يفضى؟ خلنا ننطر لحزيران. حزيران برأيك رح يكون فاضي بعد شهرين، بس ما منلحقوا للانتخابات لحزيران. بس الناس لازم تطلع وتشوف. يعني في كتير مرات منطلع ما منشوف، أو نحنا منصدق إنه ما بدنا نشوف. طب نحنا عم ننتقدون، شو الحل البديل؟ يعني نحنا عم نقول أوكي نحنا ما بدنا سدود، ما بدنا سد بسري، ما بدنا سد جني، ما بقى تنزعوا لنا بيئتنا، بس هن بيجوا بيقولوا لنا بالمقابل طب كيف بتكون تروض الناس كلها بيروت رح بتعطش؟ بيروت ما رح تعطش. في دراسة عملتها عصام فارس انستيتيوت بتقول في فائض مي. إذا نحنا بنعمل إدارة للمي اللي عنا وبيبطل الزبائنية توقف المي لحتى يبيعوا بالتراكس، بيروت ما رح تعطش. هيدا تخويف مش مزبوط. نحنا مفروض نحافظ على كل نقطة من المي عنا، مش بالسدود. في نعمل سدود ما بتهمش هالقد الطبيعة. هلأ الموضة العلم بيقول إنه لازم نمشي بسدود صغيرة تغذي بالمنطقة المحلية تبعها. ما بقى نوهم الناس إنه رح نعطش، في مي بس لازم نديرها مزبوط، ولازم المسؤولين عن هالمي يعرفوا كيف يديروها. طيب
هل عندكم بقلب البروغرام تبعكم المشروع الانتخابي عندكم قوانين بيئية انت شخصيا نصيتيها وعبالك تحكينا عنها اليوم؟ نحن اشتغلنا مع وزارة البيئة على قانون 78 بسنة 2018 قر قانون حماية الهواء وتلوث البيئة وتلوث الهواء. لحد هلا ما في آلية لتطبيقه. سو القانون موجود ومنصوص وهيدا بس ما في آلية. طيب شو الآلية تنقدر نحن نكون عم نطبق هذا الشيء؟ نحن عبالنا نفهم كونكريتمون نحن ليه وصلنا لهون وكيف إذا بننتخب أشخاص مثل نجاة صليبة نبطل نعيش بقلب الزبالة وبقلب المي الملوثة والمجارير والمجارير بقلب البحر وكل هالأمور. لك هن شو عملوا؟ عملوا كل وزارة كانتون وما بدهم يشتغلوا مع بعضهم. بس الوزارة لحالة ولا وزارة لحالة فيها تشتغل. تناخد مثل التلوث الهواء، من وين بيجي تلوث الهواء؟ من الصناعة ومن السيارات ومن موتورات الديزل ومن شركات الكهرباء ومن حرق النفايات. حرق النفايات هيدي وزارة البيئة، المصانع هيدي وزارة الصناعة، السيارات هيدي وزارة النقل. اللي عم جرب قوله والديزل جنريتورز موتورات الديزل هولي وزارة الطاقة. هيدي هولي الوزارات ما خلقوا لحتى كل واحد يتريس زعامة، هولي خلقوا ليشتغلوا مع بعض. ومفروض يكون في مع كل قانون استراتيجية كيف يتنسق بالشغل بين الوزارات، وفي استراتيجية هيني كل العالم تتبعها. بتبلشي من وزارة بتجمع الديتا، لازم يكون في رود ماب طريقة عمل، بتنقلي من هالوزارة لهالوزارة بتكمل الشغل، لهالوزارة بتكمل الشغل، وبترجع بتعمل القانون وبتشوفي إذا هالقانون عم يتطبق، وبتبلشي تعملي مثل iterative process، يعني بتدلك تحوري وتدوري ليصير هيدا القانون مطبق بالكامل. هيدي بقلولها المنهجية اللي لازم تكون مع كل قانون قبل ما نقول يس زقفنا لحالنا وقلنا عملنا قانون. شو له معنى القانون إذا ما بنعرف كيف بدنا نطبقه؟ وزارة البيئة لحالة ما فيها تعمل شيء، ولا وزارة الطاقة لحالة عم تعمل شيء. لك وين وصلنا أصلا بوزارة الطاقة؟ ما عنا كهرباء اليوم. طيب سؤال الزبالة، هل اللامركزية الإدارية هي الحل للزبالة؟ يعني هل إذا كل بلدية أو منطقة بتهتم بزبالتها منرتاح من هيدا الشيء؟ لأنه بعدنا لليوم، وهلأ كنا عم نحكي قبل ما نقعد سوا، أنه مبارح أحد الشعانين والناس على الطرقات وعم بتشعانين وعم نفسخ فوق الزبالة. يعيب الشوم، عن جد يعيب الشوم. كيف خلوا العالم تعيد مع الزبالة؟ كيف خلينا نعيش مع الزبالة؟ يعني مش بس ما بدنا نعيد، ما بدنا نعيش مع الزبالة. بس هي قبل 1970 كانت إدارة النفايات لمركزية، كانت مع البلديات، إجوا لقيوا أنه لا مش مربحة، مش مربحة، تعالوا نعملها مركزية. وبلشوا أول شيء عملنا مكب النورماندي وعبينا قد ما فينا، ما هيك؟ جانا قلنا لا ما نعمل جنينة، هيدا نقلنه عبرج حمود، نقلناهن على برج حمود ووعدوهن لأهل برج حمود بجنينة. أول مرة ما زبطت الجنينة، طلع جبل. بس الأبشع من هيك إنه وعدوهن بجنينة تاني، اللي هي وقت عملوا لما طموا البحر وعملوا مكبات ببرج حمود وجديدة. أنا رحت كانوا طالبين مني أتأكد إذا عم بيطبق دفتر الشروط. صار يخبرني المهندس قدي بدها تطلع الجنينة حلوة، والناس مصدقة أنه بده يصير في جنينة. شو صار؟ صار أنه الناس اللي عايزة مصاري عم بتروح على هيدي المكبات لتقدر تطلع البلاستيك والكرتون والحديد ليقدروا يعيشوا منهم. لقيوها مصدر ربيح، صار في عدد كبير من الناس عم بتروح. حرام صاروا يتخانقوا، تصوروا قاعدين بالمكبات عم يتخانقوا على البلاستيك اللي نحن عم نكبه. أول شيء كتر خيرهم، لأنه هن عم بنقوا الأشياء اللي ما لازم تنكب. والرئيس بلدية بيروت أكد
إنه العالم ما بتعرف تفرز ببيروت، هيهن عم يفرزوا بدون ما علمتهم. الناس ما بتعرف تفرز ببيروت اللي هي شو؟ ما بعرف، بس إنه هيهن فرزوا بدون ما حدا علمهم، ما هيك؟ بس وين البشع؟ البشع إنه لما بيقدروا، لما بياخدوا كل هالزبالة شو بيعملوا؟ عم بيحرقوا الفضلات، ويوم أي يوم لأ عم بيصير حريقة بهيدي المنطقة، معناتها في مواد سامة عم تنكب على هالمنطقة. أهل برج حمود بيعتبروا من الناس المظلومين أكتر شيء، لأنه على عدة مراحل وعدوهم بجنينة طلعوا لهم غزيت سامة. بس هو رئيس البلدية أو اللي بيمضي الكونترا ما بيكون عايش مع هدول الناس بذات المحل، ما عم يتنفس ذات النفس، ما ذات الهواء، ما عم بيشرب ذات المية اللي هي ملوثة، ما عم بنقدر نستوعب كتير الموضوع. برأيك شو الحل للنفايات بلبنان؟ شو إذا أنت اليوم قادرة تكوني أنت اللي عم بتنفس هذا الحل؟ لكن الحل موجود، ونحن دايما دايما بقول أنا شغلة، مش الله خلقنا وكسر القلب، كل بلاد العالم عندها حل للنفايات، نحن بس بدنا نعمل كوبي بيست بدون ما نكون عم نفكر بجيابنا. إذا بس بنعمل هيك بنحل القصة. عملنا كتير دراسات عن شيء اسمه return on investment، يعني هل الحل مركزية على نطاق الضيعة أو على نطاق اتحاد بلديات أو على نطاق الوطن. إذا بنحكي لأنه لبنان صغير على نطاق الوطن، هي أرخص شيء ليكون عندك دغري ترجع ترد المصريات اللي أنت بك تحطيهم، هاي اللي بيقولوا لها return on investment. في حال ما قدرنا نعملها على نطاق الوطن، فينا نعملها على نطاق اتحاد بلديات. ساعتها بيصير في تشارك بالمصاري اللي بدنا نحطها قبل، وتشارك بالأرباح إذا في أرباح. كتير بتصير مكلفة إذا بدنا نعملها على نطاق بلدية واحدة. هيدا في عنا كتاب موجود بمركز حماية الطبيعة بالجامعة الأمريكية بيعطي أرقام إنه كيف ممكن نعملها على نطاق بلدية، على نطاق أكبر، مساحة أكبر، وعلى نطاق أكبر. يعني فينا نبلش على نطاق بلدية، بس لما تجي للأشياء اللي العوادم اللي ما فينا نتخلص منهم ولا بالتسبيخ ولا بإعادة التدوير، هو اللي ما فيها كل بلدية تعمل مكب لحالها، بتصير كتير غالية. رح ننتقل من البيئة للسياسة شوي، لأنه بالنهاية بدنا نحكي بوليتكس اليوم. ليز ما تسأليني كل هالأسئلة أبداً. سؤال أنت مع المثلية الجنسية أو لا؟ طيب بداية ثورتنا ب 17 تشرين بنقول إنه في إلها هيستوري قبلها، يلي هي بلشت مع طلعت رحتكم مع أزمة الزبالة يلي وصلتنا لهون ويلي حكينا عنها كتير اليوم. وصلنا على 17 تشرين والناس انشغلت بكتير قصص غير. احنا بلشنا من منطلق بيئي، صرنا ما بقى عنا اقتصاد، ما بقى عنا مصاري، ما بقى عنا بنزين، صار عنا طوابير على كل شيء. قديه بالنسبة لي كل ناس بلست أهمياتها قديش عالية الأهميات البيئية؟ يعني في ناس بكل بلاد العالم تترشح على هيدا البروغرام إلكتورال الأساسي تبعها. نحن مع كلنا مصيبنا قديه بتحسي عن جد إنه اللبناني قادر يفكر بالبيئة لما يكون عم بيصوت بال 2022؟ البيئة هي الهواء اللي بتتنشئي فيك تقعدي قديه بلا ما تنشئي ولا ثانية. أنا ولا ثانية. معناتها هاي البيئة قديه بتقعدي بلا ما تشربي مي؟ ما فيك. سو البيئة منا شجرة بدي روح أعبطها أنا نهار الأحد لحتى أحس حالي مرتاحة. البيئة هي هلا هيدي بيئة، هيدي بيئة بوليتوكس، فيها هوا وفيها طاولة وفيها أرض وفيها كل شيء. هيدي البيئة، البيئة هي كل مطرح نقعد فيه يا جوا يا برا، ومش ضروري نحنا، يعني في الحيوان يكون عم يقعد فيه وبحق له يقعد مثل ما بحق لنا نقعد. البيئة كل شيء، واللي بيقلك إنه البيئة هي تنوية بيكون مش عارف حاله شو عم يتنفس. خلينا نحكي عن اللايحة يلي أنتم مرشحين عليها. أنتم من اللوائح يلي كتير أخذت ضجة على السوشيال ميديا لأنه عن جد
انكم توحدتوا. يعني بكل المناطق بنحكي عن توحيد اللوائح وبكذا منطقة مثل بيروت وهيك لائحتين ثلاثة أربعة حسب الجو. شو كيف قدرتوا انكم تتوحدوا؟ شو كان السر ومين تنازل عن شو لقدرتوا تطلعوا بهيدا اللائحة؟ لكي في كتير ناس ما بعرف إذا عاملين خير ولا لا ما كانوا مرشحين ساعدونا نلتقي وساعدونا يعني نمحي الأشياء اللي بتفرقنا ونبني على الأشياء اللي بتجمعنا. في كتير ناس اشتغلت على مدة 3 جماع بدون نوم للحقيقة وما بدون شيء بدون مقابل وهلأ ما بتشوفيهم بالصورة وما بعرف إذا بحق اللي أحكي عنهم ولا لا يعني ما أخذت إذنهم لأقول منني بس كتير ناس اشتغلت وكتير ناس سعيت إنه نحنا نتوحد وأنا كتير مشكرت لهم. شو هن القصص اللي اتفقتوا عليها وشو هن القصص اللي قررتوا تغضوا النظر عنها؟ شو هن الاختلافات اللي قررتوا تغضوا النظر عنها؟ اللي طلع إنه نحنا متفقين على 90% من الأشياء. ما هو هيدا الجنون إنه كل الناس متفقة على 90% من الأشياء بس ما فهمنا ليش طلع بكل إنه لما قعدنا نحط البيين مع بعض ما تخنقنا كنا متفقين على كل شيء. طب بالأول شو كان الاختلافات؟ عرفتي كيف؟ بس دايما لما يكون مقطوع الخط التواصل بتفكر إنه الآخر شيء كتير بخوف. لما جمعنا كلنا سوا ببيت وقعدنا نحكي لقينا إنه لسه كتير هينة. طب ليه ما بتروحوا أغير دوائر؟ طب بس ما خبرتنا عن هول 10% من الاختلافات لأنه هول الاختلافات يلي على كذا بلاتفورم نحنا شفنا البلاتفورمز عم بيقوصوا عليكم بدنا نحكي بالنيجاتيف ستاف كمان أنه في كتير أنه كيف التقت نجاة صليبة مع غادة عيد مع مارك داو مع حليمة القعقور مع أنه ليها كتير حلو أنه شوفوا هيدا اللي نحنا بدنا إيه بس فيها شيء غريب للناس ف ليه فيها الأدنى؟ يعني مش قاري أدنى سياسة. لا 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 ما فيك تقولي نجات صليبة أو نجات عون نجات عون ركزوا بس لحتى نخبر العالم. أنا ما بعرفهم. أنا بعرف حليمة دكتورة بالجامعة وعطيت مرة محاضرة ببرجة وكانت هي ملاقيتني لأنه عرفت أنه أنا هونيك لتعمل لي من قيمتي. يعني أنا من الأول حليمة ما بكن لها كل الاحترام وتعطيت أنا وياها بالتليفون عدة مرات كان أسئلة أنه بليز شو رأيك بهيدي وشو رأيك بهيدي. يعني أنا ما بعرفها يعني بعرفها بروفيشنال يعني ما في شيء أنه بالعكس يعني في احترام متبادل. وكل اللي حتين أنا ما بعرفهم كان أول مرة بلتقى فيهم لما اجتمعنا وبلشنا نحكي عن توحيد الليحة. أنا لإلي ما كان في مشكل. هلأ شو صاير مع عدد أعضاء اللائحة مع بعضهم قبل ما فيك تسأليني. الأرقام بتقول أنه اللائحة تبعكم رح توصل على 30,000 صوت بشوف علي كم حاصل يعني تقريبا بيطلع لكم حسب الأرقام لأنه الأرقام كتير حلوة. ثلاثة. طب مين الأوفر حظا على اللائحة يكون عم بيطلع؟ سو الأرقام اللي شايفينها ما منعرف قديش جدية ما عم شكك بحدا عم بقول إنه فيها كتير uncertainty يعني فيها كتير شو بقولوا لا دقة لأن إحنا بالسيانس شو ما بنعمل بنحط error bar يعني قديه ممكن يكون أنا غلطان right؟ بتحطي minimum وmaximum هول أرقام فيهم كتير error bar كبيرة يعني 30,000 فيها تكون 10,000 وفيها تكون 50,000 وإن شاء الله يكون غلطان وتكون 50,000 طيب اللي عم جرب أقوله إنه قبل ما نعرف كم واحد من الاغتراب رح يقترعوا وقبل نهار الانتخابات كتير صعب نعرف بس نحنا عم نشتغل. شو عندك تقولي لكل شاب وصبية وثائبت اليوم قبل ما نجي على الحلقة قاعدة مع مجموعة شباب وصبايا عمرهم 22-25 ما بدون ينتخبوا ما بيعرفوا لمين بدون يصوتوا بالنسبة لهم صوتهم ما بيقدم ولا بيأخر وما رح يتغير شيء. فشو عندك تقولي لهم لهول الشباب والصبايا سبيشلي غير كل الأشخاص اللي ما عندها اللي ما بدها تصوت؟ أنا بقول لهم اوعى تقطعوا الأمل والأمل ببلش من عندهم. نحنا خزلناهم نحنا غلطنا بحقهم
نحن خربنا البلد وجويناه وهمشنا طبيعته، هن اللي بدهم يغيروا مش نحن، ونحن لازم نوقف حدهم لحتى هن يبلشوا التغيير، وهن لازم يفكروا من الأفضل للبلد. أنا ما بدي أقول لهم ينتخبوني إلي، أنا بدي أقول لهم استعملوا عقلكم وتأكدوا إنه إذا هن أنتوا ما رح تاخدوا الأمور بإيدكم، البلد رح يضل مثل ما هو. أنتوا مسؤولين مثل ما نحن مسؤولين، هن كمان مسؤولين. أنت سيدة مرشحة على الانتخابات، بهيدا السنة على رقم المرشحات على الانتخابات بالنسبة للسنين اللي مرقت، بس دي برأيك رح بيكون الناس رح تنتخب سيدات ورح منشوف عدد سيدات أكبر بالبرلمان؟ كل السيدات المرشحات أنا بيكبر قلبي فيهم قد ما بحبون. كلون؟ مش كلون بس في كتير منهم. لأنه ما عنا خبرة حلوة مع السيدات بالبرلمان. أنا مرأة وعم بحكي، يعني ما مش ضروري زي سيدة، يمكن سيدة مثلك ضروري. في كتير في كتير عم بيحكوا على التلفزيونات وهيك بيلبقلن، وإن شاء الله ينجحوا. وبدي أقول لهم ما تيأسوا، دلكن مكملين، لازم نفوت عدد كبير. بتعرفي إنه أبو دبي عندهم 9 وزراء سيدات، بتونس عندهم رئيسة الوزراء هي سيدة. نحن أقل برسنتج من معظم الدول العربية بتمثيل السيدات بالبرلمان. ليه؟ كيف؟ هيدا الدنيا نص بنص، وأنا رح دل اشتغل لحتى يصير النص التاني كله سيدات بكل شيء. مع خودك هالإكسبيرينس كلها، كنت ما يكون في كوتا بالترشح أو كوتا بالتصويت؟ كوتا لحتى تخلي عدد من السيدات يفوتوا على البرلمان، ولما نفوت منفرجيهم قدي فينا نشتغل، ساعتها ما بعد بدنا كوتا، ماني خايفين منها لأنه خلص منسيطر على كل شيء. ضروري 50%، ما بدي أكتر. حكينا عن البيئة، حكينا عن كونك سيدة مرشحة على الانتخابات، بس أنت كمان بتعلمي بالجامعة وربية، وبعرف أنه هون ساعتها أنت مع حليمة كمان كتير بتتفقوا على هيدا الشيء. شو مشاريعك القوانين، أو شو مشاريع القوانين يلي عندك إياها لقطاع التربية بلبنان، مع أو ضد البروفيدال؟ لكن مهم كتير أنه نقوي المدارس الرسمية، وأنا بدي أحكي عن أبطال بالمدارس الرسمية من مديرات ومدراء وأساتذة. أنا صار لي وقتا من بعد الانفجار، نحن بلشنا شيء اسمه خضة بيروت، واشتغلنا مع دكتورة ريما كرامي عكاري من الجامعة الأمريكية مع 6 مدارس حكومية، 6 مدارس، 6 مديرات أبطال بيحاربوا باللحم الحي، بمشي كرمال يفتحوا المدرسة وكرمال الأساتذة يكونوا مرتاحين وكرمال التلاميذ يتعلموا. وفي منهم ما بيبطلوا يدلوا يلحوا لحتى يوصلوا للشغل اللي بدهم إياها. أنا بعطيهم كل الاحترام، مش هن اللي مقصرين، الدولة اللي مقصرة بحقهم. بالنهاية عبالنا أنك توجهي رسالة لكل شخص بيصوت بشوف وبيعلي تيكون عم بيصوت لأليك. أنا ما بصوت بشوف بس شو عندك تقولي لهم، وكيف بدنا نقنعهم أنه يلقطوا هيدا الورقة ويصوتوا لهيدا اللايحة ويحطوا الإكس حد نجات عون؟ أنا بدي أوعدكم أنه مثل ما كنت كل حياتي شفافة واضحة صريحة وعلمية بشغلي، رح أبقى. وأنا بدي إياهم يسألوا من وين عم بيجيبوا هالزعمة اللي هلأ أيدين حملات انتخابية مصاري عم بيفلشوها على الطريق لكل الناس اللي حواليهم؟ كيف عم بيطلعوا المصاري من البنوك مع أساس البنوك ما عم تعطي مصاري؟ كيف جابوها؟ من وين جابوها؟ ليه ما جابوها قبل لما كان في أزمة اقتصادية والناس ما عايزة إنه تاكل وتشرب؟ ليه هلأ صار في كب مصاري؟ ومن وين؟ بدي أعرف أي بنك عم بيعطي مصاري لروح أسحب مصرياتي. فكروا، ما يعني ما نروح بس بالعاطفة، لا
لازم نفكر ونشوف، لأنه يوم بيحكوا شيء تاني يوم بيفعلوا شيء تاني. وهول الكلمات الرنانة كرامة وعنفوان وما بعرف شو، ما تصدقون ما قالوا نعازة. بس اسألوا، أنا حابة أعرف، يا ريت فيني أعرف أي بنك عم بيعطي هالقد دولارات بالنهار لحتى أجيب مصريات أمي اللي هي كتير زعلانة وكتير متضايقة إنه الشقة عمرها كل حياتها وقفوا لي بالبنك. هودي السؤالات أنا ما عم بقدر نام، إنه كيف بيضحكوا على العالم هالقد. نحن بالنهاية بدنا نشكرك على وجودك معنا اليوم، وبدنا نتمنى لك كل التوفيق، لأن احنا عبالنا نشوف أشخاص مثلك بالبرلمان، أشخاص عندهم باكراوند ثقافة وعندهم باكراوند علمي وعارفين شو فايتين يعملوا وبيعرفوا شو هي مشاكل البلد ودارسين كيمستري وبيعرفوا يشقفوا الأمور ويوصلوا to the bottom of it. هنتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله بتجيبوا مش بس 2 و3 حواس، إن شاء الله بتجيبوا كل اللايحة ومنرتاح من هالوجوه الموجودة بالبرلمان. Thank you so much for being part of our podcast. مرسي لقلي كتير كتير كتير. أنا بعتذر من كل الناس اللي عم يسمعوني على صوتي. بعتذر. حملة انتخابية حقك. Thank you.